اسلم يا ابو سلطان. امبارح كان في تغطية بمهرجان الكليجي اللي عم يصير هلا بالقصيم. يا سلام. اجواء والله كنت مشتهيكم فيها عن جد. وكم من الناس كم او بالاحرى كم من الطيبة اكبر من الناس او اكثر من الناس، قد ما كل واحد حامل كم كبير من الطيبة بقلبه والله. ما يحتاج شعب كريم وشعب اصيل والله. وحنا بالرياض هنا ولا بحايل ثلاث أربع خمس وينك الكليجة تعال، اللي يقول لك سكنك جاهز فعلا القصيم تعالوا. نعم من غير قصور في بقية المناطق يعني يغمرونك بكرمهم. هو كل منطقة سبحان الله في كل منطقة إلى طابعة وكل واحد بتحس عم يتنافسوا بالكرم وبالطيب. صحيح. إيه والله كل ما تقول هذا الطيب بيجي اللي أطيب وبيجي اللي أطيب بتحتار مين فعلا. طيب سؤال، أمس كان على شرف من؟ لا صاحب السمو الملكي الأمير مشعل. اي ونعم والله، وكان يعني استقبال رائع والله ما بنساه بحياتي، وطيبته واخلاقه وثقافته اسلوبه بالتعامل كان معنا جدا راقي. امبارح كان هي في مسابقه للاسر المنتجه وانا كنت واحد من الحكام. ما شاء الله الله يخليك. هو الحق الطبخ ما طبخ ولا لا؟ كانت بس على الكليجة. بس كليجة بس باشكال والوان. تمام. وتعرفت انا استفدت كثير من زياره هاي، انه تعرفت على انواع جديده من الكليجة هنيك الناس مبتكرينها. تقول في عندك معلومات ما هي عندنا. أيوة انا يعني تعرفت على شغلات، حتى يعني في ناس من الكباريه حكوا لي على انواع من الكليجة، وحتى اجتمعت مع الله يذكره بالخير ووجه له تحيه مدير المطاحن القسيم الاولى الاستاذ فهد محمد الركيان، واعطاني معلومات كثير حلوه. وكان في وصيه بالدردشه بس ما المشكله ما طلع الصوت انا عم سجله. واللي طالع في المقطع ايوه بالمقطع ايوه. كان عم يحكي انه هو والدته كثير من متابعين المجد وحريصه جدا على موضوع موعد الاشتراك، يعني بتنسى مثلا مواعيد ثانيه الا لا يخلص الاشتراك. ايوه لا يخلص اشتراك المجد. وجهنا تحيه. اي أيوة والله فعلا هالانسان الله يطول بعمره ويجعلك بارئ له. وقال لي ونحن حريصين كاولاده يعني انه فعلا ما ينقطع المجد. وإلكم تحية فعلا من أهل القسيم، لأنه في ناس كتير مبارح بالمهرجان يشوفوني الشيف محمود تبع شكيتك لله. والله هي طارت لازم عليك. أيوة بقى فعلا بوجه لكم تحية إلكم كلكم. وفي تحية كمان من الأستاذ عبد الله البابطين كمان على هالبرنامج الحلو، وبيتمنى كنا مبارح قاعدين نفس القعدة كمان بضيافته بآخر الليل بالمزرعة تبعه. ماشي. نفس الجو نفس الجمال. والله ما لومك يوم خليت برنامج رحت القصيم. والله شيء والله ما لومك. بس سؤال بندر، أنت من أهل القصيم؟ لا من أهل الجنوب والنعم. بيشة من هالبيشة. هي نعم في